متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من مدينة أسفي. كنقول لكم نهاية أسبوع موفقة بإذن الله، ندخل لكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر. إذا قبل ما نبداو نعرفوكم بنسرين، وشنو كدير نسرين وشكون هي نسرين؟ أكدوا لنا الصوت عندكم مسموع، الإرسال والبث واضح عندكم، شكرا جزيلا مسبقا. نوجه تحية كاملين للناس اللي كيتبعونا كيتابعونا من جميع المدن المغربية، من داخل أيضا أرض الوطن والخارج ديالو، جميع المغاربة والأشقاء ديالنا. نسرين صباح الخير. نسرين بعدا غنشكرك قبل ما نبداو. زوينه الصباح تبدا الخدمه بشويه ديال لادوس بوزيتيف، شويه ديال بوزيتيف نشوفه في النهار باش كنساليو النهار زوين، فهمتيني؟ بخير بعدا نشوفك بعدا اليوم باش تانا يدوز عندي النهار زوين، حيت في الله يحفظك الله يطول في عمرك. على نسرين، نسرين كلها طاقه ايجابيه، الذرات ديالها تشع بالايجابيه وبالبوزيتيف، بوزيتيف بزاف زعما. وكنتو حنا نقتسموا معكم هذا البث هذا باش حتى نتوما تدخلوا شويه ديال البهجه وشويه ديال السرور. بزاف تاع الناس، واحد صديق ديالي البارح بالليل خرج من واحد العمليه وكنهضر انا وياه بالليل، ويقول لي شوف طه، اي حاجه في الدنيا تهون، اي حاجه في الدنيا تهون الا انها تمشي عليك صحيحتك. قال لي راه الحمد لله ملي تسعقلت ورجعت لي الذاكره وكتنفس دابا بلا اكسجين بلا تيوات، قال لي عام وانا مكرفص، عام وانا كنتسنى قلب باش ازرعو، وفي واحد اللحظه وانا كاعي وكنقول لي راه الخدمه وراني خدام وجرا وراني كشاط طرقان وكادو المسائل، ويقول لي لا، شوف خاصك تحمد الله انك قادر بعدا غير تصوب وتشد وقادر توقف ولا تسهر وتخدم وكذا المزيد. قال لي هذيك راه نعمه، بنادم يحافظ على الصحه ديالو، حافظ على الصحه ديالو. هذا كنهضروا في الشق ديال ان يبعد على اي حاجه تقدر تضر الصحه ديالو، ما كنهضرش مازال على الناس اللي كياديو الصحه ديالهم وعارفين ريوسهم كياديو الصحه. الصحه نعمه بنادم خصو يعرفها وخصو يحبها ويقدرها ويحمد الله عليها. نسرين تبارك الله عليك، كنعاود نجددها مره اخرى تبارك. دابا لانه الصحه فعلا صحه مهمه، وما كيعرف حق الصحه الانسان حتى كيجرب، راه حتى كيجرب. راه دابا الانسان طبيعي كتبان لي الصحه عادي، يعني عادي، ولكن راه ملي كيوقع في مشكل او كيوقع في المرض راه عاد كتحس بالنعمه ديال الصحه. لهذا والله العظيم الانسان خاصو يدير الصحه شي حاجه، يعني خاصو يحافظ على الصحه ديالو. قبل الصحه هي الصحه في الحياه، كتبان لي دابا خويا والله العظيم. الله يعطيك الصحة. نسرين تعرفوا بك، دابا ندخلوا الناس يعرفوك شكون هي نسرين، شحال في عمر نسرين؟ دابا نسرين واخا كتبان لكم صغيرة بحال هكا ولا راه كبيرة، فينا هو حسام؟ هو حسام جاي راه ولدها تبارك الله، راه داخل ال 20 عام. نسرين عرفينها براسك. السلام عليكم الإخوان كاملين، لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا البث المباشر ان شاء الله باحسن الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. اخوتي انا سميتي نسرين من مدينه اسفي، عمري 37 سنه. لا ما كاتبانش فيك، راه قلت لك عطيتك 25 24 حسام. لا انا نشوفوا ولدها دابا تبارك الله، راه صحابني غير خوها ولا شي. لا ما بقيتش نقول لك حسام ماما، قصدك تقولي لي بابا. الحمد لله. صباح الخير حسام، كي داير حسام؟ لاباس عليك؟ صحيحة. دابا حسام هو انت اللي مكلف بلي فلوك، انت اللي مكلف بالتصوير ديال ماماك. الله يعطيك الصحة حسام. كملينا نسرين. قلت لكم وعندي وليد دابا ان شاء الله عندي 19 سنة. داخل ال 20 دابا، العام الجاي نفرحوا لك بشي عراس يا حسام. ان شاء الله الله يكثر بكم. ايوا والحمد لله، وكن كما من ديت اسفي وكنعيش مع ماما وراجل ماما. الاب ديالي متوفي الله يرحمه، وراجل ماما يعني هو فيه كل شيء، هو يعني الاب ديالي، هو اللي رباني هو اللي سهر على التربيه ديالي. الله يخليه لنا، الله يخليه لنا تيشفق لنا يا ربي. ايوا
وكنت واحد إنسانة عادية طبيعية، ومرت بالمرض مينانجيت في 2010 والحمد لله اللهم لك الحمد يا اخوان. يعني حاولي تهضري شويه معنا شويه بجاده نسرين، وعاودي لنا على المينانجيت شنو هي. الناس اللي ما كيعرفوش شنو هي المينانجيت قدرتي تعطي لها تفسير؟ المينانجيت هو باللغه العربيه سميتو مرض السحايا، والناس القدام كيقولوا ليه السالمه، وهذا السالمه هذا مرض كيقصي، يعني الا تصابوا به الوليدات الصغار ولا يعني الناس يلا تزادوا ما كيكونش عندهم المناعه دغيا كتقتلهم. والحمد لله يعني انا كانت عندي المناعه وكانت عندي قوه والحمد لله، وحاولت انني نتجاوز هذا المرض هذا. وكان خلى الاثار ديالو فاش كانت عندك الاصابه، خلى الاثار ديالو السلبيه، شنو دار لك هو المينانجيت؟ المخلفات ديالو سبب لي بزاف ديال الحوايج. هو في البدايه ديال المرض بزاف ديال الحويجات سببهم ليا. اول حاجه منهم هو كان ضربني في الراس، المينانجيت جاتني في الراس وكانت كيتسارى، وفي الاول من يلاه مرض حسيت غير بالسخانه طالعني غير الصهد عادي. المهم صافي شويه بدات كتدهور الحاله ديالي، بدات كنضعف، بدات كنحس بصداع في راسي، الايد ديالي اليمنية هادي كتشللات ليا مابقاش كنقدر نحركها. صافي بشويه بشويه عاد اكتشفوا انه راه المينانجيت وهذا، وبداو كيعطوني الادويه وكيضربوا لي واحد الباري في الظهر ديالي وداكشي. يعني الاعراض هي انني بديت بداو كيفشلوا عليا الايدين الرجلين، الايد اليمنية كان صافي كانت مشات ليا كاع مره الحمد لله. وصافي من بعد يعني مع الادويه ومع الاطباء. شحال بقيتي في هذيك المرحله ديال العلاج؟ شحال دوزتي في مرحله العلاج؟ من 2020 الان لا في هذيك في الديبار ديالها المرحله الحرجه، المرحله الحرجه ديال المرض. يعني من 2010 حتى 2014 انا كنت في حاله طريحه الفراش. ديك الساعه ما كتنوضي ما والو، طريحه الفراش زعما ناعسه في الفراش، طريحه الفراش يعني ما كنتحركش، ضعافي بزاف، الماكله ما كتبقاش في الكش ديالي، يعني كانت حاله يوتلها والحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله. من موراها نسرين، من موراها صافي بديت يعني كنقلب الاطباء على هذا، تبعت في مراكش والحمد لله يعني قابلوني ونقدوني، يعني خرجوا لي واحد الاداري ديال الظهر كيضربوا ليا في السول ديال الظهر، لانه قال لي مستحيل نقدروا نديروا لك عمليه، لان المنطقه اللي فيها الميناجي جات في المخيف، يعني المخيف فيها منطقه ديال الخلايا وديال، يعني الا داروا لي عمليه في الراس يعني غادي نموت في البلاصه هكا. قال لي الطبيب قال لي ما نقدرش نفتح ليك راسك لحقاش الا درت لك العمليه راه غادي يعني تموت بحال هكا. قلت له شنو هو الحل الدكتور؟ قال لي الحل هو كاينين هاد الاداري كيطبوا في السول ديال الظهر في النخاع الشوكي باش كيطلع الدواء ديريكت للراس. والحمد لله درت لك الباري، ضربت منهم 5 مرات وانا كنضربهم، وكانت باقي خاصني وحده اللي هي السادسه وما قدرتش نديرها، لانه كنت فعلا كنت تعذب في داك الباري ديال بصح، يعني كيضربوا ليا في الفقرات ديال الظهر. وكان قال لي البروفيسور كان قال لي انا اللي غنضرب هاد الايد ديالي غير صبري، قلت له ما قدرتش، واخا يقول لي هادي غادي تضربيها والموت مجري، يعني ألم. لانه كنتعذب الم كبير، لانه اخر وحده اللي كنت ضربت 5 وحده تخيل معايا ضربوها ليا وكان وقع شي خطا، وبحال هذاك الدواء سرح ليا في الداد ديالي، وليت تخيل معايا الشعره الا تحرقت لي على الجسم ديالي كتبقى الحريق، يعني كان واحد الالم فظيع خطير. والحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. وتجاوزت هادشي كامل، تجاوزتو، كانت عندي قوة وكانت عندي إرادة قوية وإيماني بالله قوي الحمد لله. أنا دائما إن شاء الله كنقولها ونبقى نقولها الحمد لله، والمؤمن مصاب وهذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، ما عندي ممكنش نعترف فيه والحمد لله. من موراها نسرين شنو درتي دابا؟ حتى 2014 من 2014 حتى 2022 دور، يعني بديت شويه بس كنرجع بشويه بديت كنرجع على الصحه ديالي، لانه كنت عافيت كنت وليت كنوزن 27 كيلو،
يعني تخيلوا معايا 27 كيلو الهيكل كيشدني بحال شي مشيشه يعني صغير داكشي بزاف الحمد لله. وصافي من بعد شويه بشويه بديت كنقلب على الترويض، درت الترويض يعني الطبيب دابا كينصحني يقول لي الترويض اللي ما خاصكش تقطعيه نهائيا لانه باش ما تطهرش الحاله ديالك، لانه ملي حبست الترويض كتطهر الحاله. دابا انا التوازن ما عنديش دابا انا هاد اليوم من ناجيت التوازن دابا لو وقفت نقدر نوقف. تقدريش دابا الناس باقي ما شافوش ان هاد ديال هاد هو الكرسي المتحرك ديال نسرين، هذا هو فاش كتحرك نسرين. شدوش فيا جوج الناس ما نقدرش نشد التوازن ديالي، دابا اللي شدو فيا جوج الناس نقدر نتمشى معاهم، ولكن الا ما شد فيا حتى واحد ما نقدرش نتمشى حتى التوازن ما كاينش والحمد لله. ودابا الطبيب كيقول لي الترويض هو اللي خاصك ما تقطعيش باش عضلات على الاقل العضلات ديالك يبقاو يعني قويين ما يكونوش زعما فاشلين. الحمد لله اللهم لك الحمد. امتى قررتي نسرين دابا انت عندك قناه تعرفينا بها، عرفينا كيفاش جاتك الفكره انك ديري القناه، كيفاش خرجتي من ديك المرحله ديال الكساد ديال لا ديبرسيون اللي كتجي من مورا المرض؟ هذه الفكره ديال انني ندير قناه غير بارازار بحال هكا جاتني هذه الفكره، لقيت يعني اخوتي المرض الانسان ملي كيمرض كيتاثر يعني بزاف ديال الحوايجات كيتبدل في الحياه. وانا قلت جلست مع راسي قلت يعني سرين حتى انا غتبقاي غير سادة على راسك في الدار وهي جالسه غتزيد المرض في مرض، خاصني نوض نواجه الحياه نواجه الناس نشوف الناس نتعرف على الناس يعني باش الحياه تستمر. وفعلا جلست شكون شنو غندير شنو غندير، قلت غادي نحل القناه وندير مجهود لانني انا واحد النوع ديال انسانه طموحه وما كنستسلمش بسهوله، يعني كنبغي نعطي. انا واخا مريضه دابا ما كنقدرش نوقف داكشي يعني كنوض كنشقى في الدار. كتقدري كتحركي في الدار؟ كنشقى في الدار كنغسل الماعن كنصيق يعني كنطيب الماكله كلشي كنديرو الحمد لله اللهم لك الحمد. وصافي وانا نقول شنو غندير غندير، علاش هادشي اللي كنديرو ما نشاركوش مع الناس، علاش ما نبارطاجيش مع الناس؟ والناس الحمد لله الناس كرماء يعني الناس غادي يتعاونوا معايا وغيشجعوني، لانه الانسان مني داوي احتياجات خاصة من وليت نداوي احتياجات خاصة وصحة قليلة، ولكن كنقاوم باش نعطي شجاعة للناس اخرين اللي بحالي، يعني بحال الناس اللي مراض انا كنقول لهم من هنايا نقول لهم شوف اخوتي راه حتى حاجة ما ممكن انها تحبس الحياة، الحياة كتستمر والصحة واخا ما كاينين الانسان اللي قاوم وتشجع وربي راه كبير، راه اللي درتي شي خطوة اكيد ربي غادي يعاونك. ونعم بالله ونعم بالله. ذكرينا بالقناة ديالك نسرين المتابعين ديالي يوميات نسرين بالعربية يوميات نسرين. كما قلت لك انا درت هاد القناه ان شاء الله باش تكبر عندي العائله ونفرح بهم ويفرحوا بيا ويشجعوني، وهذا هو الهدف ديالي من القناه ونعاون راسي، لانه كما عرفتوا خوتي انا الوالد ديالي متوفي وعايشه غير مع راجل ماما ومع ماما الحمد لله. وكيقول واحد المثل اخوتي كيعيا اللي كيعطي ما كيعيا اللي كيشي، وانا من النوع اللي فيا النفس كنبغي نعتمد على راسي كنبغي نخدم على راسي، يعني انا كنبغي ندير مجهود وخدام ونصور فيديوهات ونحط في القناه ديالي، وانا كنطلب غير من المشاهدين طلب واحد يتفرجوا فيا ويشجعوني، هادشي اللي كنطلب. تبارك الله عليك يا نسرين، ان شاء الله نتمنوا ان الرساله ديالك تلقى الطريق ديالها صوب اذان المشاهدين والمشاهدات وقلوبهم وعقولهم. كنوجه لك تحيه عاليه نسرين، كلمه اخيره تبغي تقولها قبل ما نسالي؟ والله تبارك الله عليك يا نسرين، تبارك الله عليك. شكرا بزاف بزاف والله يكبر بكم والله يجازيكم بخير، وانا فرحانه بكم بزاف اليوم ما قادت هذه فرحه والله، وكنتمنى يا رب كاع الناس اللي شافوني يدخلوا عندي القناه تقول لي احنا جينا عندك وتكبروا بيا الله يكبر بكم وتفرحوني الله يجازيكم بخير فرحوني الله يسهل عليكم وشكرا لكم بزاف. شكرا لك نسرين، صباحكم مبروك متابعينا ومتابعاتنا الكرام. كنتوا معنا هنا مدينه اسفي، تعرفنا على نسرين والقصه ديالها. نتمنى انكم تكون يكون تلقى نسرين التفاعل اللي كتستحق واللي كتستاهل.
كتشجيع وايضا هي اقل حاجه يمكن بنادم يقدمها كمساعده النسرين. تبارك الله عليك يا نسرين، تبارك الله عليكم متابعينا ومتابعاتنا الكرام، شكرا لكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى بث قادم ان شاء الله.